اهلا بحضراتكم من جديد في كل مكان. امبارح نجمنا محمد صلاح عمل ماتش هايل في مباراه واتفورد وسجل هدف اسطوري. قال عنه المدير الفني لفريق ليفربول الانجليزي يورجن كلوب: صلاح حاليا هو افضل لاعب في العالم. محمد صلاح يصنع العظمة في الدوري الإنجليزي. حالياً لا يوجد لاعب أفضل من محمد صلاح. هذه الكلمات التي خرجت على لسان المدير الفني لفريق نادي ليفربول الإنجليزي يورجن كلوب لتؤكد على المسيرة الاستثنائية المتألقة التي صنعها الدولي المصري محمد صلاح مع الريدز. اللاعب لا يكل ولا يمل من تسجيل وصناعة الأهداف وتقديم كل ما هو متألق ومبدع في أرض الملعب، وكان آخرها الهدف الذي سجله في مرمى واتفورد من مراوغة استثنائية مع المدافعين ليسكن الكرة الشباك. وقد احتفل صلاح واحتفلت معه الجماهير بالسحر الذي يقدمه في كل مباراة يشارك فيها، حتى إنها تغنت بهداف فريقها الأول بعد نجاحه في صناعة هدف ساديو ماني الأول في المباراة وتسجيله الهدف الثالث بمراوغة ومهارة رائعة أشادت بها أساطير ليفربول كأيان راش. رفع المصري الدولي رصيده من الأهداف في البطولة إلى 7، ويتصدر جدول ترتيب الهدافين بفارق هدف واحد عن مهاجم ليستر سيتي جيمي فاردي، فضلاً عن تحقيقه عدة أرقام قياسية خلال مباراته أمام واتفورد في افتتاح منافسات الجولة 8 من الدوري الإنجليزي، واستطاع أن يعادل رقم المهاجم الإيفواري المعتزل ديدي دروبا كأكثر اللاعبين من القارة الإفريقية تسجيلاً للأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك برصيد 104 أهداف.